صوت العرب من القاهرة. مع الأيام والأحداث والذكريات وأمين صبري في حديث الذكريات. أيها الإخوة، في هذه الحلقة نعيش مع ذكرى الشاعر العربي المصري الكبير صلاح عبد الصبور، مع آرائه، ذكرياته، أفكاره وحديث الذكريات. أيها الأصدقاء، في زحمة الحياة اليومية وطنين الأزمات العالمية وعثرات المشاكل الصغيرة التافهة التي تلتهم الوقت، هل ما زلنا نذكر أن في الحياة شعر وشعراء؟ هل ما زلنا نطرب ونتأسى ونتأمل؟ هل ما زال لدينا الوقت كي نستمتع بقصيدة جديدة لشاعر نحبه؟ أم أن صخب الحياة اليومية أبعدنا عن شاعرية الحياة، أبعدنا عما عشقه أجدادنا من أشكال فنية عديدة من أهمها الشعر والشعراء؟ فما بال من كانت حياته هي الشعر. شاعر العربية الكبير الأستاذ صلاح عبد الصبور، رأيك إيه؟ السؤال في الواقع ما هوش أول مرة يتردد، ده بيسأل بيتردد كثيرا الآن، ومش السبب بس في طرح السؤال هو ما يحفل به العالم الآن من مشاكل. أيضا الصورة العلمية أو صورة العلم أو صورة الكون تغيرت في نظر الإنسان، بحيث أنه العلم وسع دائرة معلوماتنا، فأصبحت السماء غير السماء، والقمر غير القمر، والأرض غير الأرض، والوردة غير الوردة. العلم خلانا إدانا صورة للوردة مختلفة عن الصورة اللي بيديها لنا الشعراء. خلى الوردة عبارة عن عملية علمية أو عملية نمو من جملة أشياء، من طين الأرض ومن ضوء الشمس، وتكوينات من الألوان بتتم نتيجة لتفاعلات كيميائية. خلى القمر عبارة عن حجر مليء بالتجاويف. كل هذه الأشياء اتغيرت، وطبعا بقى في ذهن الإنسان، لما واحد يعني الشاعر القديم لما كان بيشبه محبوبته بالقمر كان تصوره أن القمر قرص من الضوء معلق في السماء. دلوقتي عارفين ان القمر عبارة عن سطح بارد حجري، وان الضوء اللي عليه ده انعكاس لأشعة الشمس. لكن في الاخر ليس هذا لا العلم ولا الاضطراب في الحياة يستطيع ان يحجب الشعر عن الانسان، لان الانسان في منطقة في نفسه لا يخاطبها الا الشعر، اللي هي المنطقة الوجدانية، لانه الانسان عالم كبير، وحتى الأشياء المحسوبة بالنسبة له أو الواضحة زي الأشياء الكيميائية والطبيعية وغيرها تظل بعيدة عن عالم التلقي الشعري. الإنسان بيتلقى الشعر بالمنطقة الحارة الدافئة في نفسه، وبيتلقى المعلومات بالمنطقة المحسوبة، المنطقة الهادئة اللي نقدر نقول ما هيش فاترة، إنما لا تدخلها الحرارة. نيجي نقول مثلا بالنسبة لاضطراب الكون، يظل الشعر أيضا هو وسيلة لحفظ التوازن بالنسبة للإنسان، لأنه من في زحمة الاضطرابات الإنسان بيلجأ دائما إما إلى ركن هادئ، أو إلى قطعة موسيقية يحبها، أو إلى صديق يألفه، وأيضا إلى قصيدة يقرأها، فتنقله من هذا العالم المضطرب إلى عالم آخر هادئ، بحيث يسترد بعض توازنه ويستطيع بعد ذلك أن يلتقي بالعالم المضطرب.
طب أستاذ صلاح، هو المتتبع لشعر حضرتك بيلاحظ أننا نقدر نقول أن حضرتك من شعراء المدينة، يعني بيتردد ذكر بعض أشياء مثلا زي الحانات، المقاهي، الشقق في بعض أشعارك. حضرتك من مواليد المدينة؟ لا، أنا مش مواليد المدينة، أو مواليد المدن الصغيرة. المدن الصغيرة اللي ارتباطها بالريف كان في فترة حياتي فيها كان أكثر من ارتباطها بالمدينة، وانعكاس حياة الريف عليها أكثر من انعكاس حياة المدينة. لكن أنا كانت يعني أعتقد أنه النقلة الرئيسية والأساسية في حياتي هي أن أنا جيت القاهرة لدخول الجامعة سنة 1947. لكن قبل كده؟ قبل كده كنت بعيش في الزقازيق، في مدينة الزقازيق. في مدينة الزقازيق. طبعا المدن الصغرى كانت في ذلك الوقت زي ما أنها قريبة من الريف، ولأنه دائما اللي بيدخلوها في الصباح الريفيين وبيخرجوا منها في المساء، وبعدين الإنسان لما على رجليه لما يقعد يمشي مشوار أبعد كيلو كيلو يجد نفسه في قلب الريف. وإحنا كانت يعني دائما لما بنخرج وإحنا صغار في المدينة في الزقازيق من المدرسة علشان نمشي شوية مع بعض نكون أصدقاء من المدرسة عايزين نتكلم، بنمشي على شاطئ بحر مويس مثلا، واحنا كنا نتصور واحنا صغار ان بحر مويس ده بحر صحيح يعني، وكنا نتصور انه لابد لما نقرا حتى عن البحار كان رؤيه البحر ما توفرتش لنا لما نقرا عن الانهار الكبيره واحنا صغار قوي يعني، كان رؤيه النهر ما شفناش نهر، فكنا بنتصور ان ده من البحار الممتده وانه الهويسات او اللي هي بترفع الميه الهويسات اللي عليه دي هي ايضا شلالات، ما كناش بنقدر نفرق بين نسب الاشياء وبعضها. كنا بعد مشي 10-15 دقيقة بنلاقي نفسنا في قلب الريف، وبعدين ارتبطنا بالريف لأنه أهلنا فيه أيضا وتقدر تقولي مصالحنا، فكان ارتبطنا به. وبعدين بعد ما كبرنا شبابنا ننزل القاهرة في عطلات. القاهرة كانت بالنسبة لنا زي الخروج من العالم الضيق المحصور إلى العالم الواسع. وبعدين جيت القاهرة بشكل مستمر علشان أدرس في الجامعة. لكن برضو قبل هذه المرحلة يعني البيئة اللي حضرتك عشت فيها تتصور إيه علامتها في تكوينك الشعري أو الفني؟ يعني واضح أنه الريف يمكن مش ظاهر قوي في شعر حضرتك. لا، هو كان ظاهر فترة الأولى، وبعدين أنا يعني الواقع أنه يمكن أنا اهتمامي كان بالأفكار أكثر من اهتمامي بالمشاهد، وحتى بالمشاهد ما تحيي هذه المشاهد من إحساسات مش وصف ظاهرها. عشان كده التأمل يمكن سمة ظاهرة أيضا. صحيح. يعني أنا دائما أقول أنه الحياة في الريف والحياة في المدينة ليست مجرد تفتح العينين على المشاهد والمناظر على الأبنية مثلا أو على الحقول أو إلى آخره، ولكن بقدر ما تثير هذه الحياة من إحساسات وتأملات. ونمط الحياة كان مختلف. وبعدين هذه الفترة كانت مبكرة في حياتي إلى حد ما، وبعدين أنا جيت القاهرة علشان أسكن لوحدي علشان دراسة جماعية. الدراسة الجامعية يعني. فيعني أخلي بيني وبين المدينة زي ما نقدر نقول يعني، وأحببت القاهرة جدا لدرجة أن أنا يعني ما أذكره أنه اغترابي عن القاهرة لفترة دائما أولى لما سنحت لي فرصة السفر خارج مصر كان دائما بينتابني إحساس وأنا جاي القاهرة في ليلة الرجوع أنه زي ما أكون راجع للقاء صديق أو حبيب، يمكن ببقى يقعد الآن بالليل علشان متصور ان انا سألقى المدينة. وانا ايضا اذكر انه فترة من فترات مثلا او احيانا في اغفاءة الظهر او العصر في اي بلد اوروبية تبص لقيت يجيني حلم، كان في الفترة الاولى يجيني حلم ان انا موجود في القاهرة، زي ما يكون الواحد دائما روحه بتهفو الى المكان اللي بيحبه. الفترة دي أنا عرفت القاهرة لأنه زي ما قلت لك أخلي بيني وبين القاهرة وأنا جاي أدرس، ويمكن عرفت القاهرة القديمة بأحيائها القديمة معرفة جيدة جدا، وصورتها ما زالت في ذهني. يعني كل القاهرة القديمة ابتداء من اللي هي مثلا من باب الشعرية لغاية الحسين مرورا بالجمالية، من الغورية لغاية قسيوم مرور لغاية قيسون جامع قيسون في الحلمية،
مرورا بالأحياء المختلفة والبوابات كل هذه المنطقة عرفتها معرفة جيدة وأحببتها جدا. وبعدين القاهرة أيضا في, في, في هذه الفترة وستظل طبعا مدينة مليئة بالحياة, وشفت يعني عرفت فيها ما كنت أريد أن أعرفه, وهو الاقتراب من عالم القراءة والفكر والفن. فالتقيت بالكتب والتقيت بالأشخاص أو الرجال الكتاب والشعراء والفنانين, والتقيت بالكتب في مكتبتها وفي أرصفتها, والتقيت أيضا وفي الأساتذة اللي علموني في الجامعة. فكانت بالنسبة لي هذه المرحلة هي مرحلة التشكل الحقيقي. طب أنا كنت عايزة أسأل حضرتك, كيف بدأت علاقتك بالشعر؟ هل بدأت بقراءته والإعجاب بالشعراء العرب القدامى, ولا بدأت بالموهبة؟ علاقة الإنسان بالشعر تبدأ دائما بالتقليد, يعني وأنا دائما إذن بالقراءة. وأنا عاوز أقول إن حتى في واحد من الفنانين, حتى في الفنون التشكيلية, يعني الفنان التشكيلي لما بيبدأ أو الرسام ما بيجديش يرسم من الطبيعة, إنما بيستوقفه لوحة بيحاول أن ينقلها, إنما انتقاله مباشرة إلى الطبيعة بيتم بعد التقليد. كأنه حقيقة الفن هو الذي يخرج الفن. الإنسان فجأة وهو طفل بيلاقي, أو هو صبي بيلاقي إن هو بيحب الكلام اللي بيقراه, يعني بيلاقي مثلا زملائه في الفصل بيقروا مثلا قصيدة مثلا للمتنبي أو غيره من الشعراء, فيحس إنها عبء, هو بيحس إنه بيحبها. وبعدين بيلاقي انه ذاكرته احد في حفظ الشعر بالذات, يمكن تكون ذاكرته اخيب ما يكون مثلا في حفظ جدول الضرب, انما في حفظ الشعر بالذات بيلاقي ان ذاكرته احسن من ذاكره زملاء. وبعدين بيحس ان هو يقدر يقول كلام له قدر من الموسيقى كده, والموسيقى باينه في ودنه من غير دراسه ولا حاجه, فبيحاول هو يقلد اللي يقراه. كل الفنون بتبدا بالتقليد. فأنا ابتديت بتقليد النماذج اللي بنقراها في كتاب المطلع وفي كتاب المنتخب من أدب العرب, وحتى مثلا كان منها نماذج مثلا منها قصيدة كنا بنقراها وإحنا في تانية ثانوي, اللي هي قصيدة عمرو بن كلثوم اللي بيفتخر فيها بقبيلته وبنسبه, واللي هي قف اللي هي ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا, وبعدين بيفتخر بنسبه وقبيلته وإلى آخره, فخر الجاهلية المعروف. أنا كتبت قصيدة مثلا على وزنها برضو في الفخر, رغم أنه طبعا ليس هناك شيء على الإطلاق ممكن أني أفخر به, يعني في المرحلة دي أفخر, والفخر على طريقة عمرو بن كلثوم. بعد كده الإنسان بيحس أنه زي ما يكون جاله هاتف يعني وقال له زي بتاع زمان, قم فأنت شاعر زي قم فأنت فارس, فيحاول أنه هو يكتب من يأخذ من نفسه ويكتب, وتبقى نوع من الهبة المجانية. الشعر أو كل الهبات دي هبات مجانية, بمعنى أنه مش عاوزة جهد, لأنه الإنسان بيجري قلمه فيبص لإيه كتب مثلا أبيات أو مقطوعة, جايز تكون ركيكة, جايز تكون طفولية, جايز تكون يعني ساذجة جدا, إنما فيها قدر من المقدرة على تكوين البيت الشعري ومحاولة تكوين الصورة الشعرية. كنت بتقرا الاشياء دي لحد طبعا انا كنت بقراها لوالدي احيانا, بس يعني بخجل وتردد. وبعدين في كل مدرسه كان, وما اعرفش دلوقتي موجوده ولا لا لان بعدت عن العهد ده, في كل مدرسه كان في مجموعه من الطلاب تبص لقيهم عندهم اهتمامات ادبيه, كان معانا مجموعه من الزملاء عندهم اهتمامات ادبيه, فكنا بنقرا البعض وبنحاول ان احنا نقرض بعضنا الكتب اللي عندنا اللي فيها شعر, وبنحاول ايضا ان احنا نروح نجيب كراسة وننقل فيها الشعر اللي بنحب ان احنا نحتفظ به. وبعدين جيت بقى في اخر مرحلة ثانوية, رغم اني دخلت التوجيه القسم العلمي, لانه طبعا انا كنت طالب بجيب درجات كويسة, فاهلي ووالدتي ابتدت من وانا يمكن في تانية ثانوي ولا في اولى ثانوي تصر على ان انا دكتور, ويعني كده في لحظات رضاها بتناديني كده بالحكايه دي, فكان بالضروره اروح توجيه علمي, لكن انا كنت عاوز اروح توجيه ادبي, فقعدت بين ادبي وعلمي اسبوعين ثلاثه, انا اروح انا لنفسي ادبي يروح والدي ينقلني علمي, وهكذا لغايه ما قعدت في علمي.
لكن دخلت كلية ايه؟ الاداب. الاداب؟ اه لكن كان ضروري انه يعني كنت مشتت في الواقع وكان مجموعي ضئيل في علمي، يعني لما يقاس بالمجاميع اللي بيجيبوها الطلبة دلوقتي يبقى حاجة يعني غير جديدة. ما المجاميع ارتفعت ارتفاع شنيع يعني. جدا. طب كيف دخلت كلية الاداب بقى ومؤهل انك تدخل انا بقى دكتور؟ نجحت في التوجيه من غير مجموع لا يودي لا طب ولا بتاع، فكان امامي اما اعادة التوجيه او اني لو كنت جايب درجات، كان ايامها لو اللي جايب درجات كويسة في اللغات في علمي ممكن يخش الاداب. وانا طبعا يعني سحبت ورقي من المدرسة ورحت قدمت في كلية الاداب وقبلت، لانه كان درجاتي جيدة في اللغات رغم ضئالة المجموع. انا اعتقد ان كنت في الاحياء كنت واخد اظن يعني يدوب نمرة النجاح 50% او حاجة زي كده، لكن في اللغات كان درجاتي مش بطالة. فدخلت الاداب وقعدت في قسم فلسفة اسبوع، وبعدين حولت من قسم فلسفة على قسم عربي. فحسيت انه زي ما بيقول فألقت عصاها واستقر بها النوى، ان انا يعني وصلت للمكان الا انا كنت في ذهني. ولو انا برسم حياتي بشكل يعني قادر على التنفيذ كنت عملت كده من الاول يعني. طب استاذ صلاح عبد الصبور، اول ديوان لحضرتك وهو الناس في بلادي ظهر منذ حوالي 25 سنه على ما اعتقد، سنه 57. وقتها كنت حضرتك فين وبتعمل ايه؟ لان هذا الديوان احدث يعني صدى ودوي هائل في الاوساط العام العربي وفي مصر. صحيح. تحكي لي عن ظروف حياتك وقتها. هو هذا الديوان عندما صدر كتب عنه من المقالات والابحاث قدر حجمه يمكن 10 مرات، لانه وضع ظرف تاريخي لا يرجع الى جودة الديوان بقدر ما يرجع الى انه اثار قضايا هامة وعمل التحول الكبير بشكل ما في حركة الشعر الحديث في مصر. لما صدر الديوان انا كنت بشتغل في روز اليوسف. كنت اتخرجت من كلية الاداب؟ من زمان كنت اتخرجت واشتغلت في التدريس وفشلت كمدرس واستقلت من التدريس وعملت بالصحافة. صحفي؟ عملت صحفي. والعمل بالصحافة ده ليه برضو حكاية غريبة جدا. انا كنت رايح اوسط الاستاذ احسان عبد القدوس وهو كان، انا كنت بكتب في روز اليوسف كفريلانسر كده، يعني بدي مقالات للاستاذ احمد بهاء الدين فانشرها في صباح الخير وفضلا عن التدريس. وبعدين جت السنة الدراسية وانا بقى مش عاوز اشتغل في التدريس لانه كان مرهق جدا بالنسبة لي، فروحت اكلم الاستاذ احسان عبد القدوس كان ايامها بينشئ المجلس الاعلى للفنون والاداب وبينشئه يوسف السباعي الله يرحمه. فروحت اكلم الاستاذ احسان عبد القدوس قلت له انا عاوز اتكلم صديقك يوسف السباعي، انا ما كنتش اعرف الاستاذ يوسف السباعي في ذلك الوقت. فقلت له انا عاوزك تكلم صديقك الاستاذ يوسف السباعي انه ينقلني مجلس الفنون والاداب اللي هو حينشئه دلوقتي. فاحسان قال لي يا اخي بدل ما تروح عند ما تروح بتاع ده ما تيجي تقعد في روز يوسف وخلاص. انت بتاخد كام؟ قلت له كذا. طبعا كذا ده كان حاجه بسيطه يعني بالتدريس. وبتطلع عندنا كام؟ قلت له بتاع كذا. قال لي حطهم على بعض ونعينك. وراح كاتب ورقه كده صغيره من على مكتبه وبعتها لابراهيم خليل الله يرحمه كان ماسك الاداره في روزه يعين فلان. فبقى اصبحت صحفيا. انما الواقع انا ما كنتش يعني كنت عاوز اني يبقى لي عمل وبكتب، انما اصبحت صحفي مشتغل في داخل اداره صحفيه. وده كان سنه 56. لما صدر الناس في بلادي انا صدر، انا كنت قصائده مكتوبه من 51 تقريبا او من 50 الى 56. كنت منشر بعض القصائد في مجله الاداب كان بيصدرها سهيل ادريس في لبنان. فانا رحت كاتب مجال من قصائده وكاتب خطاب لسهيل ادريس بدون معرفه، قلت له ايه رايك لو تنشر الديوان؟ فبعت قال لي هنشره لك. بعت له الديوان فوجئت بيه انه في اوائل 57 منشور. واظن انا يعني الدكتور سهيل اداني على هذا الديوان 30 جنيه. لكن يعني سعدت بهذا الدوي الذي احدثه ديوانك الاول الناس في بلادي؟ طبعا لا شك، لانه حسيت انه انا عارفه الكتاب يعني الانسان مش مساله الدوي ما زي ما قلت عملت شيء جديد بالضبط، يعني انه الحياه الادبيه حيه ومتقبلة. حتى اللي هاجموا الديوان واللي هاجموا الطيار، وطبعا كان فيه هجوم عنيف وتقريض عنيف، هو دليل انه شيء مش عادي او ليس تقليدا بالضبط. انما الانسان لما يحس ان الحياة الادبية ما هي السطح فاتر
وان يعني تلقي فيه مثلا بحجر ما يتحركش، انما مجرد ان تلقي مثلا لما يبقى سطح متحرك ومليء بالحيويه، وبعدين ده بينعكس على الاديب والفنان قدر من الرضا. يمكن الرضا بيعطيه احيانا نقدر نقول النقد السلبي او الهجوم زي ما نسميه، يمكن ايضا بيعطي رضا قدر ما بيعطيه النقد الايجابي او التحسين والتقريض اللي بيناله الديوان. وطبعا انا عاوز اقول انه كمان عمل حاجه، انه يعني يمكن رهاني انا الاساسي اللي رهنت عليه نفسي ورهنت عليه المحيطين بي، انه هذا هو الطريق الذي سامضي طريق الكتاب. يمكن ده اداني نوع من الثقة بان رهاني ما كانش يعني خاسر تماما على الاقل يعني، وانه كان لي بعض الحق في اني اصر على اني انحرف بحياتي عن الناحية العملية والناحية الدراسة العملية الى هذه الى هذا الاتجاه. استاذ صلاح عبد الصبور، هل ما زلت تذكر قصيدة ظهران في ديوان الناس في بلادي؟ يعني بعض مقاطعها، ولكن يعني احاول ان هي ظهران. الجديد في القصيده كان تقديم ظهران، لانه طبعا قصيده شوي قدمت، شوقي كتب عنها وحافظ قصائد جميله، لكن هي تقديم شخصيه من دنشواي كانسان بيواجه هذه او هذا العنف او هذا الظلم، وبيواجهه بشرف وشجاعة، كأن بنحاول ان احنا نخلق قصة يعني كان فيها مزج بين ما نقدر نقول عليه فنية القصة وفنية القصيدة. فهو في القصيدة في الاول انا بقدم اليوم، يوم الشنق، وثوى في جبهة الارض الضياء، ومشى الحزن الى الاكواخ، تنين له الف ذراع، كل دهليز ذراع، من اذان الظهر حتى الليل، يا لله في نصف نهار، كل هذه المحن الصماء في نصف نهار، مذ تدلى رأس زهران الوديع. كان زهران غلامة، أمه سمراء والأب مولد، وبعينيه وسامة، وعلى الصدغ حمامة، وعلى الزند أبو زيد سلامة، ممسكا سيفا، وتحت الوشم نبش كالكتابة، اسم قرية دنشواي. شب زهران قوية ونقية، يطأ الأرض خفيفة وأليفة، كان ضحاكا ولوعا بالغناء وسماع الشعر في ليل الشتاء، ونمت في قلب زهران زهيرة، ساقها خضراء من ماء الحياة، فرعها أحمر كالنار التي تصنع قبلة عندما مر بظهر السوق يوما ذات يوم. تمضي القصيدة بعد ذلك إلى زواج زهران وأسرته، ثم إلى ما صنعته الحياة في نفسه حين أصبحت كابية، وبدلا من هذه الزهرة الحمراء التي في قلبه نبتت زهرة سوداء من طين الأرض، ثم بعد ذلك مواجهته للجلادين وموته. وفي آخر القصيدة أقول: قريتي من يومها لم تأتدم إلا الدموع، قريتي من يومها تأوي إلى الركن الصديع، قريتي من يومها تخشى الحياة، كان زهران صديقا للحياة، مات زهران وعيناه حياة، فلماذا قريتي تخشى الحياة. الواقع من القصيدة لما نشرت شنق زهران، نشرت سنة 54، هي يمكن من القصائد التي نبهت أو القصيدة التي نبهت كثير من القراء ومن المشتغلين بالأدب. وأنا أذكر أني تلقيت مثلا يعني مكالمات وناس بيسألوا علي، وأنا كان مكان وجودي في الوقت ده في المساء نادي المعلمين ميدان الأوبرا، فكان واحد يسأل واحد تاني وتقول هو بيقعد في نادي المعلمين في الأوبرا. فانا اذكر انه بعد يوم النشر وبعد النشر بيوم وإلى تلقيت مثلا مكالمه من الاستاذ كامل الشناوي بدون معرفه، واصر ان انا اشوفه حاجات زي كده، ولقيته في التليفون، بصيت بشيل سمعت التليفون، لقيت صوت بصوت وبالقاء الجميل ده بيقول: كان زهران صديق يعني بكان. فانا بقول الشناوي اهلا وسهلا. طبعا كامل الشناوي كان ملء السمع والبصر، قلت له، قال لي فوت عليا في الجمهوريه. رحت فوت عليه، طبعا من يومها يعني كنا بنلتقي بقى يمكن كل يوم او كل يومين على الاكثر. وبعدين برضو تلقيت مكالمة مثلا من الدكتور لويس عوض، وانا دكتور لويس عوض كان مدرس في كلية الاداب، وخرج البعثة ايام انا ما عشان يعمل الدكتوراه اما دخلت الكلية، لكن كان حي جدا بذكراه في الكلية وكذا. فبصيت لقيته برضو بيقول لي: لازم انت لازم تيجي تقابلني.
رحت له برضه وقعدنا مع بعض وتعلمت منه بعد كده حاجات كتير، خاصة في مجالي بالشكل الشخصي بشكل لزومي. ومثلا والأستاذ صفي الحكيم يعني برضه قالوا لي الأستاذ صفي الحكيم عاوز يشوفك ومش عارف ايه، فكلمك الأستاذ صفي الحكيم أيام في أخبار اليوم وقعدنا وكلمنا، ومن يومها انعقدت هذه الصداقة والصحبة. يعني إذا شرفني الأستاذ صفي الحكيم بالكلمة دي، ومن يومها برضو حس هو يعني، فأنا أعتبر أن فجأة انفتح لي عالم أعترف بيك بقى في يعني إلى حد ما إلى حد ما. فبرضو ده كان نوع من الرهان يعني. أنا دلوقتي لما بفكر في هذه الأيام بحس أنه يمكن الشيء الجميل اللي كان فيها مدى الحيوية اللي موجودة في الحياة الأدبية، بحيث أنها أولا متسعة وقادرة على أنها تستوعب الأصوات الجديدة، سواء تستوعبها بس تستوعبها بجدية. يعني مثلا من مناقشات، مناقشة مثلا بيني في الصحف وبين الأستاذ العقاد، فأول الأستاذ العقاد كتب، أنا رديت في أخبار اليوم، الأستاذ العقاد رد علي، أنا رديت أظن بعنوان موزون حديث الأستاذ العقاد على أنه الشعر ده موزون ولا مش موزون، وأكتبه موزون والله العظيم موزون، ونشر المقال في أخبار اليوم ورد عليه الأستاذ العقاد. ومن طرائف الأستاذ العقاد الله يرحمه أنه قال لي أن يعني سي عبده كان مسميني سي عبده في المقال، وتسلى بتكسير مش عارف الأطباق والصحون بدلا من تكسير الأوزان والتفاعيل. إنما أنا حسيت من خلال المناقشة اللي كتبها الأستاذ العقاد إنه بيتكلم بجدية. ويمكن أنا قلت في وسط المقال اللي أنا كتبه بعد كده رد علي، قلت له أنا يعني يهمني رأي العقاد أكتر ما يهمني رأي عشرات الألاف من الناس، لأنه زي الواحد دايما بيدور على رأي الحجة. يعني أنا من الحاجات اللي أنا ما شفتش الأستاذ العقاد أبدا أبدا أبدا، إنها من الحاجات التي أذكرها دائما إنه في آخر في أخريات حياته الله يرحمه عرض عليه إنه هو يتعامل ندوة أظن في التلفزيون وتدور مناقشة بين أقطاب يعني بتاع، فهو قال أنا اللي أتكلم الوحيد اللي أرضى أروح أتكلم معه هو فلان. أنا اعتبرت ده يعني تكريم طبعا ضخم جدا من الأستاذ العقاد. طب هو أستاذ صلاح عبد الصبور، لو ننتقل نقلة أخرى في حياتك نقول إيه الشعرية أو الأدبية، بنقول الديوان الثاني كان أقول لكم. نعم. القارئ لهذا الديوان بيلاحظ أن في رموز كثيرة واضحة من التراث العربي. نعم. كيف تنظر إلى التراث العربي وأنت الشاعر المجدد يا حبيبي؟ نعم. لا التراث أنا دائما لي نظرة إلى التراث، يعني هفترض حتى انها نظرة نفعية، بمعنى اننا تصوري ان انا ورثت بيت، طبعا بيت ملوش قيمة اثرية ولا بتاع بيت، انا هظل محتفظ بيه كده لغاية ما العنكبوتي عشش فيه ولا اخره، ولا المفروض انه الانسان بيحاول ان يجمله ويزينه وبعدين يشوف ايه الصالح منه يخليه وايه الغير صالح يعيد بناؤه وهكذا. التراث حياة ما هواش تحنيط وتكفين. انا قارئ جيد للتراث العربي على الاقل في مجال الشعر. التراث العربي ابن زمنه وابن عصره، يعني انا بتصور انه المتنبي لو وجد شاعر كالمتنبي في عصرنا هتبقى المسافة متسعة جدا بينه وبين الناس في معظم ما يقول، لكن سيبقى بعض ما قاله خالد على مدى الزمن وهو ما يتعلق بالانسان كانسان. نرجع نقول بالنسبة للاديب، الاديب يصدر أو الشاعر يصدر من التراث، لأنه لولا التراث العربي قيمته إيه بالنسبة للشاعر؟ هو اللي بيعلمه اللغة. أنه الأدب هو تصور بعض الناس أن الأدب إحساس، الأدب إحساس إنما أيضا فن لغوي، لأنه اللغة بالنسبة للأديب هي الأداة التي يستعملها. أنا باخد من التراث أساطيره ورموز لها في نفسنا، بخاطب بيها إيه؟ بخاطب بيها ما يسميه بتوع علم النفس بالوجدان الجمعي. في كلمات من التراث مليئة بالمعاني التي تثور في وجدان أي إنسان عندما يراه لأنه جزء من الوجدان الجمعي، وهناك أيضا شخصيات، يعني شخصيات اللي احنا مثلا بنسمع بنقرا عنها أو إلى آخره، سواء تاريخية أو أسطورية، شخصيات في ألف ليلة، شخصيات في تاريخ العربي والإسلامي، شخصيات هتثير في نفس أي إنسان نفس القدر من الانفعالات والتأملات والتداعيات.
إذن استعمالها هنا بيبقى استعمال لإثارة الوجدان الجمعي ومخاطبته، وده اللي بيعطيه التراث للأديب. إنما العبودية للتراث معنى تقليده لا يخرج أديب. أستاذ صلاح عبد الصبور، ديوانك الثاني أقول لك متى ظهر؟ ظهر أقول لك سنة 61. فترة طويلة ما بينه أنا يعني الفترة دي سنتين ثلاثة أربعة بين كل مجموعة وأخرى هي المعدل، لأنه أنا كاتب يعني أنا ما هو بيقال إن أنا مقل، إنما في الواقع هي مش إقلال، هي أنا لا أستطيع أن أكتب إلا إذا أحسيت أن هناك ما أريد أن أكتبه، خاصة في الشعر. يعني أنا كاتب، أنا مثلا لي 10 كتب نثرية، دراسة تاريخ أدب وإلى آخره. الكتاب النثري الإنسان بيجمع مادته ويرتبها ثم يبدأ الكتاب، لكن بالنسبة للقصيدة الشعرية تحتاج إلى الـ يعني القصيدة تكتب نفسها، هي في الواقع الشاعر لا يكتب قصيدته، هي القصيدة اللي بتكتبه، لأنه هي بتبقى ملحة واهلة لدرجة أنه لابد أنه يقعد يكتبها، وإلا يعني زي ما بيقولوا تكتم على نفسه. طب هي التجربة الذاتية بتدخل هنا في كتابة الشعر؟ ما هو التجربة الذاتية برضو كلمة واسعة. التجربة الذاتية هل هي تجربة مثلا أنه رحت بتاع وحياة وعرفت أوي إلى آخر، ولا هل التجربة العقلية مش تجربة ذاتية، إن أنا مثلا فجأة هبطت على ذهني فكرة، ما دي تجربة ذاتية، خاصة إذا كانت فكرة أصيلة. ولذلك هم حتى في النقد بيفرق بين حاجتين، الحدث بمعنى الحدث الملتاع، والحدث الفكري أو الحدث الوجداني أو الحدث العقلي. يعني ممكن واقفة على شاطئ البحر تجيب خاطر من الخواطر، وهذا الخاطر يلح جدا ويبقى أصيل في النفس، بحيث يبقى تجربة. يعني في الشعر عملية الإلهام؟ هو في الإلهام والصنعة الاثنين مع بعض. يعني ما هو أصيل الشاعر، يعني معنى إيه؟ يعني زي ما بيقول فاليري الشاعر الفرنسي، بيقول إنه الإلهام بيجيب لنا المطلع القصيدة، إنما علينا إحنا نكملها. بتكمل منين؟ بتكمل من داخل المخزن، كل واحد مننا جواه مخزن بشري غريب جدا من التذكارات والقراءات والتداعيات والأفكار والرؤى والوجوه والملامح. يعني إحنا جوانا مخزن، ومخزن مش مستف وكله ملخبط على بعضه ومش مفارس زي ما بنقول يعني. فلكن لما بيجي الأديب يكتب، كل الحاجات دي بتروح، أو بعض الحاجات دي اللي هي عاوزها هو، بتروح عايدة ترتيب نفسها، وحط نفسها في كلمات رغم أنها مجرد صور، حط نفسها في كلمات ومرتبة نفسها في سياقات موسيقية وإلى آخره. ده بقى للصنع بقى اللي بيخش، اللي هو جوه الأديب، اللي عمل الأديب أديب. طب في ديوانك الثاني أقول لكم كنت ما زلت صحفيا في روزا لوسي. أيوة، كنت ما زلت بالشغل في الصحافة، و وعندي وبرضو كتبت أيامها بعض بين الفترتين كتبت بعض المقالات الأدبية اللي طلعت في كتاب اسمه ماذا يبقى منهم للتاريخ، اللي هو دراسات في أدب العقاد والمزني وتوفيق الحكيم وطه حسين. أنا سبت صحافة 62 على فين؟ على النشر، يعني برضو ما أنا بين كده يعني زي المكوك ما بين النشر والصحافة، فاشتغلت في النشر مدة من 62 ل 64 أو 65، ورحت الأهرام بعد كده لغاية 67، وبعدين جيت على النشر من 67 إلى الآن ما عدا فترة الهند. طب هو أستاذ صلاح عبد الصبور، لاحظ بعض النقاد أنك في ديوان أحلام الفارس القديم كنت مبتئسا وتكاد أن تكون مهزوما، أو على الأقل كنت فارسا متقاعدا بلا أسلحة، هل هذا صحيح؟ أنا يعني أقول لك العجاء، إنه الإنسان عندما تمضي به الحياة سنوات طويلة بتاع، على رأي برضو يعني برضو بتاع رأي كولرج في قصيدة اللي اسمها أحلام، اسمها The Ancient Mariner، الملاح العجوز أو الملاح القديم، فبيتكلم عن تجربة ملاح وفي البحر وأهوال وإلى آخره، وبعدين في آخر القصيدة بيقول إنه رجع من الرحلة وهو أكثر حكمة وأشد حزنا. فالإنسان بعد رحت حياته بيكتسب الحكمة، بس الحكمة بيضيع معها الفرحة. يعني هي أستاذ صلاح عبد الصبور، بما أننا ذكرنا ديوان أحلام الفارس القديم، مش ممكن ما نقولش لحضرتك تقول لنا قصيدة أحلام الفارس القديم لو تتذكرها؟ يعني أحاول أتذكر، يعني هي القصيدة غزلية تأملية. لو أننا كنا كغصني شجرة، الشمس أنبتت عروقنا معا، والفجر روانا ندى معا، ثم اصطبغنا خضرة مزدهرة حين استطلنا، فاعتنقنا أذرعا، وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملونة، وفي الخريف نخلع الثياب
نعرى بدنا ونستحم في الشتاء يدفئنا حنونا. لو أننا كنا بشط البحر موجتين صفيتا من الرمال والمحار، توجتا سبيكة من النهار والزبد، أسلمت العنان للتيار، يدفعنا من مهدنا للحنا في مشية راقصة مدندنة، تشربنا سحابة رقيقة تذوب تحت ثغر شمس حلوة رفيقة، ثم نعود موجتين توأمين، أسلمت العنان للتيار في دورة إلى الأبد، من البحار للسماء، من السماء للبحار. لو أننا كنا نجيمتين جارتين من شرفة واحدة مطلعنا، في غيمة واحدة مضجعنا، نضيء للعشاق وحدهم وللمسافرين نحو ديار العشق والمحبة، وللحزان الساهرين الحافظين موثق الأحبة، وحين يأفل الزمان يا حبيبتي يدركنا الأفول، وينطفي غرامنا الطويل بانطفائنا، يبعثنا الإله في مسارب الجنان ذرتين بين حصى كثير، وقد يرانا ملك إذ يعبر السبيل، فينحني حين نشد عينه إلى صفائنا، يلقطنا يمسحنا في ريشه، يعجبه بريقنا يرشقنا في المفرق الطهور. لو أننا كنا جناحي نورس رقيق وناعم لا يبرح المضيق، محلق على ذؤابات السفن، يبشر الملاح بالوصول ويوقظ الحنين للأحباب والوطن، ثغره يقتات بالنسيم ويرتوي من عرق الغيوم، وحينما يجن ليل البحر يطوينا معا معا، ثم ينام فوق قلع مركب قديم يؤانس البحارة الذين أرهقوا بغربة الديار، ويؤنسون خوفه وحيرته بالشدب والأشعار والنفخ في المزمار. لو أننا وآه من قسوة، لو يا فتنتي إذا افتتحنا بالمنى كلامنا، لكننا لأنها تقول في حروفها الملفوفة المشتبكة بأننا ننكر ما خلفت الأيام في نفوسنا، نود لو نخلعه، نود لو ننساه، نود لو نعيده لرحم الحياة. وهكذا تمضي القصيدة إلى أن أقول: صافية أراك يا حبيبتي كأنما كبرت خارج الزمن، وحينما التقينا يا حبيبتي أيقنت أننا مفترقان، وأنني سوف أظل واقفا بلا مكان، لو لم يعدني حبك الرقيق للطهارة، فنعرف الحب كغصني شجرة، كنجمتين جارتين، كموجتين توأمين، مثل جناحي نورس رقيق، عندئذ لا نفترق، يضمنا معا طريق. شاعر العربية الكبير أستاذ صلاح عبد الصبور، أنت وثيق الصلة بالمسرح، فحضرتك كتبت مسرحية مأساة الحلاج، ليلى والمجنون، والأميرة تنتظر، وعندما يموت الملك، ومسافر ليل. نعم. متى دخل المسرح في حياتك وكيف؟ أنا كان عندي رغبة من بداية حياتي الأدبية للكتابة للمسرح، لكن تجربتنا مع المسرح كمصريين أبناء مدن صغيرة غريبة جدا. يعني أنا ما شفتش مسرح غير مرة واحدة في حياتي وأنا في الزقازيق قبل ما أجي القاهرة. كان جت فرقة يوسف وهبي المسرحية وعملت عرض مسرحي، أظن كان أولاد الفقراء أو حاجة زي كده، ورحنا اتفرجنا، وطبعا هذه هي الصورة الوحيدة اللي شفتها من المسرح، لكن كان معرفتنا بالمسرح هي معرفة من خلال القراءة، خلال قيم أولا، ثم المسرح وشوقي كمسرح شعري ثانيا، ثم بعد ذلك المسرح الأوروبي. لذلك أنا بعتقد أنه ما أدين به للمسرح أو ما أدين به من فهم المسرح أوروبي في الأساس، لأنه حتى توفيق الحكيم الحاجات اللي احنا قريناها له وأعجبنا بها إعجاب كبير، زي مثلا شهرزاد، زي أهل الكهف، هي عبارة عن تأثر توفيق الحكيم فترة إقامته في فرنسا، وخاصة بمسرح بيرانديلو
ومسرح الطليعي في فرنسا في ذلك الوقت. فكأن احنا بندور في الحلقة الأوروبية، وده اللي انا احب اقوله دائما بالنسبة للمسرح، ان المسرح أوروبي مستنبت في مصر، وانه استنباته ما تمش غير قبل يعني هذا الجيل بما لا يزيد عن 100 سنة، واستنباته مر بظروف تعسة. الظروف التعسة دي انه الاول استنبت بشكل حقيقي، وبعدين دخل مسرح الميوزيك هول والى اخره، وبعدين دخل مسرح الاقتباس بتاع الريحاني والى اخره، فحرفت عن التيار المسرحي الاصلي. فانا كان دايما عندي حلم الكتابة للمسرح. صرت لقيت نفسي اقع اسير ايضا لشكسبير، لانه خلقت نموذج، ابتديت كتبت مشهد او مشهدين، واذكر ان قريتهم للمرحوم الاستاذ فريد ابو حديد بصفته من رواد ترجمه المسرح الاوروبي ومن القراء المهمين جدا لشكسبير. لقيت ان انا بقع في هاملت، بمعنى بخلق شخصيه مثقف حائر ما بين الفكر والفعل، زي ما بقول شخصيه هاملتيه تماما. وسبت الورق يمكن بعد مشهد او مشهدين، وبعدين حاولت اكتب مسرحيه اخرى عن زير سالم، قصة زير سالم، وهي زير سالم بس مش قصة زير سالم الشعبية، لا قصة المهلل وكوليب. بصيت لقيت برضو بقى تحت أسر شكسبير في يوليوس قيصر. وبعدين ابتديت كتابة الحلاج. كانت أول مسرحية، أول مسرحية تكمل. وأنا خلصتها سنة 64. كتير من النقاد طبعا حسوا انه فيها اقتراب من إليوت. انا في الواقع بقول انها مش من إليوت، بس هي من مسرحيات الاستشهاد بوجه عام. وبعدين هي مسرحيات الاستشهاد بمعنى ايه؟ مسرحية الانسان الذي يقف ازاء المجتمع وهو يعلم تماما انه هذا المجتمع سيعاقبه وسيحكم عليه. طب احنا ازاي نفلت من النموذج ده؟ لانه الحلاج حقيقة كتاريخ هو كده، لو كتبت عن سقراط هيبقى كده، لو كتبت عن الحسين عليه السلام هيبقى كده، لأنه جميع هؤلاء الناس بيحملوا رسائل، رسالة معينة، وبيواجهوا المجتمع بها، وهم يعلمون أن المجتمع أو القوى الشريرة في المجتمع سوف تفرض عليهم الموت، ولكنهم لا يتراجعون، وهي دي مسرحيات الاستشهاد. فخرجت المسرحية، والواقع برضو كان نجاحها، يعني أنا عاوز أقول نجاحها كان مدهش حتى لي أنا شخصياً، سواء على الخشبة أو كمادة قراءة يعني. وأيضا نجاحها كان طيب حتى في الترجمات، لأنها يمكن العمل الوحيد اللي ترجم ليه لأكثر من 3-4 لغات أجنبية. طب أستاذ صلاح أبو الصبور، يعني دائما يقال عليك أو أنت بالفعل واحد من الفنانين الذين يتطورون باستمرار. لو جاز لي اني ارصد هذه التطورات، او لو كنت انا غير مخطئه يعني، استطيع ان اقول انها على النحو التالي: الناس في بلادي، احلام الفارس القديم، مسرحيه ماساه الحلاج، مسرحيه الاميره تنتظر، وشجر الليل، ثم ديوانك الاخير. نعم. هل هذا رصدي هذا صحيح؟ هو انا حريص على حاجه يمكن في طول حياتي يعني الادبيه، واذا استمرت بقى لي حوالي 30 سنه دلوقتي، انه الا اكرر نفسي. وده انا بخاف من تجربه تكرار الفنان نفسه. ليه؟ يعني معنى انه الفنان ممكن ان يقع اسير تجربته. فالواقع اقدر اقول انه مما قد يحسب لي في المستقبل بعد انجلاء موجه المعاصره هو الصدق والرغبه دائما في اضافه ملمح جديد الى التجربه الشعريه العربيه. طب أستاذ صلاح أبو الصبور، أنا عايز أسأل حضرتك حاجة: هل حقيقي أو مازال أعذب الشعر أكذبه؟ لا، أعذب الشعر أصدقه. ليه بقى؟ الشعر الصدق، والصدق الفني غير الصدق الواقعي. يعني الصدق الفني اللي هو الصدق اللي بيحتوي على قدر كبير، يعني الشعر لا يعبر، بيعبر أساسا عن حالات مختلفة من النفس الإنسانية. قد لا تكون هذه الحالات موجودة عند كل إنسان، إنها موجودة عند إنسان بالضرورة وهو بيعبر عنها. فأعذب الشعر أصدقه، واسكن مش صدق الأخلاقي، الصدق الفني. شاعرنا الكبير أستاذ صلاح عبد الصبور، أنت الآن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب. هذا المنصب مش ضروري نفس الاسم، ولكن هذا المنصب جلس فيه من قبل أستاذنا الكبير أستاذ توفيق الحكيم، وأستاذنا الكبير أستاذ يحيى حقي، ودكتورة سهير القلماوي. يا ترى حضرتك في هذا المنصب الهام والخطير اللي سبقك فيه هؤلاء الأساتذة والرواد، ناوي تعمل ايه؟ او ايه مشروعاتك؟ خدمة الكتاب
بالنسبة للطب يعني من انت عارفة الكتاب زي ما بقول من مهد الى اللحد، خدمة الكتاب من ساعة ما هو ورقة، مجرد ورق، لغاية ما يتكتب، لغاية ما يتباع، لغاية ما يتحط في دار الكتب ويبقى متاح للقراء ويوصل لكل قارئ في مكانه. هو وايضا توزيع الكتاب الاجنبي اللي احنا بنقوم بيه بجهد زي المعرض، لكن في الاساس هو خدمة الكتاب، بحيث انه يعني نرجو ان مرور الزمن يبقى الكتاب حاجة ضرورية في حياتنا، معنى مقوم من مقومات حياتنا. شاعر العربية الكبير الأستاذ صلاح عبد الصبور، احنا الحقيقي بنشكرك على هذه الساعة التي استطعت ان تستقطعها من وقتك المليء بالمشاغل. عفو. وبنتمنى ان احنا دائما نستمتع بمزيد من انتاجك الشعري. اهلا بك. من بقى صاحبتكم أمينة صبري مع الأيام والذكريات والأحداث في حديث الذكريات. Thank you.